ده مناخ صناعة التفوق، لكن الأهلي عنده ترتيبات كتيرة الفترة الجاية، 1/6 أعتقد مفاجأة هتسعد كل الأهلوية. إيه اللي هيحصل 1/6؟ معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، مساء الخير يا باشمهندس عدلي، ومساء الخير على جماهيرنا ومشاهدينا الكرام من خلال قناتنا النادي، قناة النادي الأهلي. بنسعد بيك وبنسهرك معانا، لكن اعتقد الشغل الكتير محتاج ان الناس تعرف ايه الترتيبات اللي جايه، خاصه 1/6 زي مجلس الاداره محدد موعد افتتاح فرع الاهلي في التجمع الخامس. زي ما حضرتك تفضلت استاذ ابراهيم، بس خليني برضو في البدايه طبعا بوجود الكابتن عدلي اهنيه طبعا في حفل توقيع التعاقد مع جرينتا كرئيس مجلس اداره شركه النادي الاهلي، وفي الحقيقه دي اول العقود يعني الابداعيه اللي بتعملها الشركه ان شاء الله. تمنياتي اليوم بالتوفيق، واعتقد ان احنا كمان زي جماهيرنا الكبيره بننتظر منهم المزيد والمزيد، وده اعتقد ان تبقى الذراع التمويلي الرئيسي لكره القدم في ظل الاعباء الماليه الكبيره اللي بتواجهها صناعه كره القدم على مستوى العالم، وبالتالي مصر نتيجه للتحديات الاقتصاديه اللي موجوده. فبهنيه وبهني كل مجلس الاداره في الحقيقة. طيب هو هنا زي ما انت بتشوف ما بيرضاش يقول لي حاجه، قول لي انت يا دكتور وللجمهور يعني ايه الموضوع ده بتاع التحول الرقمي وازاي النادي هيستفيد منه؟ في الحقيقه ده موضوع في منتهى الاهميه، ويمكن زي ما تم ذكره في المؤتمر يعني في حفل التوقيع بوجود كابتن محمود ومجلس اداره النادي الاهلي، واعلنوا ان ده مشروع رقمي بالدرجه الاولى. هو في حاجه دلوقتي حاجة اسمها الأصول الرقمية، أي نادي بيمتلك أصول رقمية، وبالتالي بيتم التداول على الأصول الرقمية دي من خلال منصة رقمية موجودة. على سبيل المثال عشان أبسط الدنيا شوية، زمان كنا لو نفتكر وإحنا زمان وحضرتك في الأخبار وفي الأهرام كل الجرائد المصرية كان بيتم طباعة صورة النجوم الكبار ويتم طباعتها في صورة كروت ورقية بيتم تداولها على في أكشاك الجرائد اللي كانت منتشرة في ذلك الثورة. أيوة. طبعا حصل دلوقتي ثوره رقميه، كان زمان بتتباع صوره كابتن محمود وبتروح نشتريها وبنعلقها في البيت، وبنعلق صوره كابتن صالح وبنعلق صوره بركات وبنعلق صوره متعب وبنعلق كل رموزنا في منازلنا والكلام ده. الموضوع ده معانا موبايل ومعانا منصه رقميه ثانيه، وبالتالي بيتم تحويل الاصول دي لاصول رقميه يتم تداولها ما بين الجماهير وبتمتلكها الجماهير، وبيتم طباعه عدد منها، بعضها بيكون محدود وبعضها بيكون نسخه وحيده وبعضها فبالتالي ده اللي بيتم تداوله، بالاضافه لمستوى رقمي موجود، بالاضافه لمستويات رقميه بيتم يعني على المنصه الرقميه اللي هتبقى موجوده. ده المشروع ببساطه شديده جدا، وبيتم التداول ده وفقا لقيمه ماليه، وكل واحد بيحتفظ بيه وبيبقى مع نسخه وحيده من هذا الخط بيتم تداوله، ممكن يعيد طرحه مره ثانيه النسخة الوحيدة اللي أنا بمتلكها. يعني مثلا ممكن أمتلك صورة لكهرباء محمود عبد المنعم كهرباء بشكل معين، فالصورة دي أنا الأصل ده الوحيد اللي بمتلكه كواحد من الجمهور بتاع النادي الأهلي، بحب كهرباء أو بحب أحد اللاعبين اللي موجودين في الفريق، حمدي فتحي، ديانج، وهكذا كل اللعيبة اللي موجودة، عبد المنعم، كابتن الشناوي، كل ده أنت بتمتلكه وتقدر تتداول مرة أخرى. ده الفكره ببساطه، واعتقد ان دي فكره اول مره تحصل عندنا في الشرق الاوسط ان شاء الله، فربنا يكرمنا كده، ودي واحده من الحلول اللي بتقدمها شركه الاهلي لكره القدم لزياده مصادر التمويل، ان النهارده النادي الاهلي في امس الحاجه لمصادر تمويل جديده عشان يقدر يواجه الاعباء الماليه الضخمه اللي النادي الاهلي في الحقيقه ملتزم بيها تجاه كل الاطراف، وبالتالي احنا محتاجين حلول خارج يعني زي ما بيقولوا دايما خارج اطار الصندوق اللي احنا بنشتغل فيه، وده الشركه ان شاء الله مع مجموعه الشركات الاخرى ان شاء الله بتكون بتدينا الحدود. دكتور سعد، نرجع بقى للموضوع المهم جدا اللي كل الناس طواقه انها تنتظر يوم 1/6 عشان تشوف هذا الصرح الرائع فرع الاهلي في التجمع. احنا كنا النادي الاهلي حريص انه يحدد رقم كده حوالي اعتقد 3000 عضوية يديها باسعار خاصة. هل اقتربنا من تحقيق هذا الهدف؟ لان انا شايف فيه تسارع. انا شخصيا يعني كل يوم بيجي لي 2-3 بيطلبوا ان انا يعني اوصلهم بحد مسؤول عشان
يلحقوا يعملوا عضويه هذا الفرع في التجمع. الاقبال عامل ازاي يا دكتور؟ خليني اقول لحضرتك يعني اقسم الموضوع لاجزاء، بس خليني ابدا بالجزء الاول اللي حضرتك تفضلت فيه مذكورا كابتن عدلي. واحنا كان عندنا حلم كبير وشغف كبير بهذا الفرع المتطور جدا اللي بيحمل كل سمات التطوير لفكره الانديه الرياضيه في رقيها وفي ابداعها. واعتقد بدايه الكلمه الكريمه اللي اعلنها الكابتن محمود الخطيب عن ان شاء الله ان حفل الافتتاح الرسمي يوم 1/6 ان شاء الله الموعد، وده في ترتيبات كبيره بتتم لهذا الحفل الضخم اللي بيعكس قيمه هذا الانجاز الكبير لكل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ولكل اعضاء النادي الاهلي في كل الكون. خلينا نقول ان احنا بمجرد اعلان كابتن محمود في الحقيقه احنا ده النهارده في خلال هذه الفتره الوجيزه اللي هي لم تتجاوز يمكن 6 ايام، احنا ده ثالث لجنه عضويه نعملها في هذا الاسبوع. يعني الاسبوع ده فقط 3 لجنات عضويه، احنا بنعمل كل لجنه كل شهر او كل 3 اسابيع بنعمل لجنه في الفتره اللي فاتت. في الحقيقه من يوم الاعلان حصل تدافع كبير على او اقبال كبير على الاشتراك في العضويه لهذا الفرع بمجرد الاعلان، لان الناس شافت الحقيقه على ارض الواقع. النهارده امبارح يوم الاربعاء كان عندنا لجنه عضويه 115 عضو في لجنه استقبلناهم امبارح من الساعه 4 في الحقيقه من خلال لجنه العضويه. كان عندنا ناس ثانيه ما قدرناش نقابلهم في الحقيقه في اجماليهم 49 عضويه اخرى، يعني بنتكلم في يوم واحد قدرنا نستقبل 200 عضويه. وعشان كده يمكن انا بنتهز الفرصه لجماهيرنا ومشاهدينا ومتابعين برنامج حضرتك الجميل بتاعنا، ان احنا يعني فعلا بالفعل مجلس الاداره بدا يعني يعد دراسه لتحديد عدد احنا نقدر نستوعبه في هذه الفتره، وبالتالي دي فرصه قبل ما يتم اعلان العدد. ويمكن الكابتن محمود الخطيب كان حريص من لجنه العضويه ومن مجموعه من الزملاء من اعضاء مجلس الاداره المؤخرين ان هم يعدوا دراسه عشان نشوف العدد ده نعلنه، لان احنا مش هنقدر نستمر كمرحله اولى. يعني عايز توصل لرقم وتقفل شويه وبعدين تغير السعر وتفتح تاني. هنقفل شويه وبعدين نفتح لحد برضو ما نقدر نرتب جمهور الاعضاء الجدد. الحاجه الثانيه كمان ان احنا هندرس هل هنطبق الزياده بتاعه العضويه رسوم العضويه اللي تم اعتمادها من الجمعيه العموميه هنطبقها من 1/7 ولا ممكن ننتظر شويه عشان برضو نسمح للعدد اللي احنا هنحدده اذا كان يعني 3000 ويستمتعوا بهذا القيمه الماليه المحدده دلوقتي اللي احنا شغالين عليها. لان زي ما حضرتك انا ذكرت يمكن اكثر من مره في البرنامج عند حضرتك مع استاذ ابراهيم ان احنا بالفعل تم اقرار الزياده من قبل الجمعيه العموميه واعتمادها من الجهه الاداريه. المجلس كان مأجلها لاعتبارات يعني اقتصاديه، لكن في ظل هذا الاقبال المجلس يعني هيدرس بشكل فاعل جدا هل سوف يتم من 1/7 ولا من 1/9. ودي فرصه في الحقيقه لكل الناس اللي عايزه تنضم لعائله النادي الاهلي. احنا كمان يعني يمكن عندنا حركه تركيز يومين دول، احنا بنستقبل كل الراغبين في يعني الرغبه في الاشتراك سواء كان في التجمع وايضا فرع الشيخ زايد. يعني النهارده كمان اللجنه اللي كانت شغاله النهارده مش بس الاقبال كتير على فرع التجمع، ده الاقبال ايضا موجود على فرع الشيخ زايد لانه ده واحد من الافرع الكبيره بتاعت النادي الاهلي، والفرصه قائمه. ولذلك انا بنتهز الفرصه في الحقيقه بدعو كل الزملاء، واحنا كمان هنمد ساعات العمل في اداره الاشتراكات ان هي تمتد ساعات العمل فيها ل4 ساعات اضافيه عشان نواجه حجم الاقبال اللي موجود. عايز اسالك سؤال يا دكتور سعد، لو واحد جاي مثلا من اسكندريه وعامل حسابه انه هيسكن مثلا في التجمع لكن اقرب له يروح الشيخ زايد يعمل الاشتراك في التجمع ولا ما يقدرش لازم يروح الجزيره او فرع التجمع؟ يعني يقدر يعمل عضويه التجمع؟ عندنا ميزه انك انت حضرتك تقدر تختار المكان اللي تقدر تقدم فيه، سواء تقدر تقدم في الشيخ زايد حتى لو انت عايز عضويه فرع التجمع. ايوه عضويه فرع الشيخ زايد وانت في التجمع في الفتره الحاليه تقدر تتوجه للتجمع وتنفذ الاشتراك من هناك. لو انت عايز ايضا من مدينه نصر وانت من سكان مدينه نصر وعايز تشترك
في التجمع او عايز تشترك في الجزيره، فمن كل الاربع الافرع اللي موجودين دلوقتي تقدر تخش وتسدد رسوم الاشتراك وتسحب استمارات الاشتراك وتقدر تخلص اجراءات العضويه من اي فرع من فروع الاربعه بالاضافه للمقر الرئيسي بتاع النادي الاهلي طبعا. طيب تقدر تعمله، ومتواجدين كل الزملاء في الجهاز التنفيذي بتاع النادي الاهلي يستقبلوا جميع الزملاء اللي عندهم رغبه من، وده كمان يخفف الضغط عن ان يعني يبقى التكدس في مكان واحد بس في قبول العضويه. التكدس في مكان واحد، ويمكن احنا بنفكر بجديه في ظل العدد الكبير اللي بيتقدم في الفتره دي ان احنا نعمل كمان لجنه العضويه في الافرع، ما تبقاش قاصره فقط على المقر. والله يا ريت يا دكتور. يا ريت. يعني بنفكر ان احنا نعمل ان شاء الله في التجمع لجنه عضويه، ونعمل في مدينه نصر لجنه عضويه، ونعمل في الشيخ زايد لجنه عضويه. لان انا متوقع ال10 ايام الجايه دي هتشوف اقبال محتاج هذا التوسع يعني في قبول العضويه. مركزين جدا جدا في استقبال يعني اعضائنا ان شاء الله، ونقدر نعمل ده من خلال الاربع افرع في الفتره القادمه. في ناس كتيره يا دكتور بره مصر وبتكلمنا على ان هي عايزه تعمل عضويه. انا معلومتي ان هو بيعمل توكيل لاي حد من قرايبه يسدد له ويقدم له، هل ده متاح ولا لا؟ بيعمل زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، بيقدر يعمل تفويض لاي حد من اقاربه او اي حد من اصدقائه، حتى بيعمل له تفويض او توكيل، وبيجي هو يسدد عندنا، يسحب استماره البطاقه العضويه ويستكمل الاوراق المطلوبه، ويقدر يعمل ده ان شاء الله. واحنا كمان عندنا اكثر من حلول تمويليه كثيره كمان، يعني الميزه كمان ان انت يبقى عندك حلول تمويليه عشان تقدر تدي الفرصه للناس ان هي تقدر تشترك. الحقيقه احنا مجموعه معانا يعني شركه بالي، وده طبعا شريك بالنسبه لنا استراتيجي، ويقدر العضو اللي عنده رغبه في الاشتراك في العضويه يقدر يسدد الاقساط بتاعتها لحد 10 سنوات بنظام تمويلي مع شركه فاليو، وممكن كمان من خلال النادي الاهلي يقدر برضه يقسط على عدد من السنوات، في نظام لاربع سنوات وفي نظام لخمس سنوات يقدر يعمل دوت الحمد لله. وكمان عندنا فرص كمان للمجموعات والمؤسسات زي النقابات الاطباء، نقابات المحامين، نقابات الصيادله، عندنا قطاع البنوك، ايضا عندنا المؤسسات الوطنيه العملاقه زي القوات المسلحه المصريه، زي الشرطه المصريه، زي قطاع البترول، ده كمان عندنا فرص ليهم، ونقدم لهم اكثر من حلول للتقسيط، وده اعتقد عشان نقدر نغطي كل الاطياف المجتمع المصري بقى عنده فرصه للانضمام لهذه العائلة الكبيرة العملاقة، عائلة النادي الأهلي. وهو وكلها سواء فردي أو جماعي بتخضع للجنة التقييم وقبول العضوية من حيث المعايير، عشان مجتمع النادي الأهلي يبقى مجتمع متجانس متعاون، ما فيهوش يعني حاجة تكدر صفه، وإن الناس كلها تبقى مطمئنة، كل واحد يطمن لزميله العضو الثاني. يعني ده هدف اساسي بالنسبه لنا، ان احنا يبقى في تناغم كبير ما بين اعضاء النادي الاهلي زي ما حضرتك ذكرت، يبقى في التجانس ده، بحيث ان طبعا النادي الهدف منه كله السعاده، والنادي الاهلي طول عمره ان شاء الله يبقى هو مصدر السعاده ان شاء الله لاعضائه ولجمهوره. فالعضو عندنا جوه بيستمتع بمجموعه من الخدمات، الخدمات دي ايضا الجزء الاهم فيها ان يبقى في التناغم ما بين الاعضاء اللي موجودين جوه الاسره الكبيره اللي هي اسره النادي الاهلي، فمعايير موجوده، معايير واحده بيتم تطبيقها على كل الناس اللي عندها رغبه تخش ان شاء الله العضويه الثانيه. طيب ميزه نوعيه وهي ميزه تاريخيه الحقيقه، العضو اللي هيعمل عضويه التجمع اللحظه اللي هي تاريخيه في تاريخ هذا النادي والمنشاه ديت 1/6، العضو الجديد ده من حقه يحضر في أروقة النادي وفي حدائق النادي اللحظة التاريخية الكبيرة للكابتن الخطيب ومجلس الإدارة وكبار الضيوف في افتتاح الفرع 1/6، ولا لسه الكرنيه، ولا يدخل بالإيصال؟ إن شاء الله بداية من 1/6 إن شاء الله هيتم البدء في تسليم كرنيهات العضوية الجديدة لأعضاء النادي الأهلي في كل مقرات النادي الأهلي، والأولوية أيضا عاطينها المرة دي عشان الأعضاء اللي هم يعني في الحقيقه كان عندهم رغبه كبيره في الاشتراك منذ الاعلان عن انشاء الفرع، عاطينهم الاولويه في ان احنا نسلمهم الكرنيهات عشان منذ 1/6 في الصباح الباكر يبقى عنده القدره ان هو يتواجد في النادي يوم افتتاحه، يخش ويستلم الكرنيهات بتاعته. وعلى فكره الكرنيهات اللي احنا عاملينها المره دي، ويمكن دي يعني برضو عايزين نقولها لكل اعضاء النادي الاهلي، الكرنيهات دي هتبقى مدتها 4 سنوات،
هي كرنيهات ايضا ممكن استخدامها في اكثر من غرض، كرنيهات ممكن تستدات بيها بعض المشتريات او لاخره داخل النادي، ممكن تديها لابنك بمبلغ مالي عشان ما يشيلش فلوس وتضيع منه، فده برضه يمكن واحد يعني كارت ذكي، يعني كارت ذكي ما كارت مدفوعات ايضا يمكن استخدامه ككارت مدفوعات، ده برضه واحده من التطوير اللي احنا في النادي الاهلي الحمد لله بقياده بمجلس يعني الأهل. مش مجرد كارنيه تقليدي، لا ليس كارنيه تقليدي ولمده 4 سنوات جديده دي 4 سنوات، لكنه الاشتراك السنوي بيسدده كل سنه مش كده؟ الاشتراك السنوي بيسدده كل سنه وبيتفعل على الكارنيه، وبالتالي على بوابات الدخول بيبان برضه سداد قيمه الاشتراك كويس. ايضا حتى في حاله انعقاد الجمعيات العموميه ايضا بتم استخدام هذه البطاقه وفقا للنظام الاساسي بتاع النادي، فحللنا كل المشاكل دي ان شاء الله، وبدايه من 1/6 سوف يتم توزيع بطاقات العضويه على كل اعضاء النادي الاهلي، وطبعا هيكون فرع التجمع نبدا بيه ان شاء الله عشان الناس تبدا تستمتع بالخدمات الجميله المتطوره اللي الناس شافتها في الحقيقه واللي نالت تقدير واعجاب وانبهار من الضيوف الكرام اللي زاروا التجمع. يمكن كان في زيارات عديده استقبلنا فيها ضيوف مهمين، ويمكن كان منهم قدامى نجوم النادي الاهلي ورموزه، استقبلهم الكابتن محمود، وكان في الحقيقه حاله انبهار بما شاهدوه من بنية تحتية متطورة للغاية في الحقيقة. دكتور، هل في ملامح لحفل الافتتاح ولا لسه الترتيب؟ في الحقيقة الحمد لله النهارده كنا بنعرض البرنامج حفل الافتتاح على الكابتن محمود، والكابتن محمود بيبقى حريص جدا في الحاجات دي ان هو يتابع بنفسه كل كبيرة وصغيرة، حتى بما فيها تصميم الدعوات اللي بتيجي بهذا الشكل العظيم، بنحدد برضه مين الضيوف اللي ان شاء الله يشرفوا النادي الاهلي في هذا الحفل الكبير ان شاء الله اللي يعني يناسب قيمه ومكانه وتاريخ النادي الاهلي ويناسب قيمه هذا الانجاز، لان هذا الانجاز يجب ان لا يحسب للنادي الاهلي فقط ولكن يحسب ايضا للدوله المصريه في الحقيقه اللي بتقود عمليه تنميه كبيره في كل قطاعاتها، والنادي الاهلي دايما حريص على طوار تاريخه ان هو يقدر ينجز الاهداف الاستراتيجيه للدوله المصريه اللي كان منها تطوير البنيه التحتيه الرياضيه لخدمه الرياضه المصريه. ولما نيجي نتكلم على النقطه دي نتكلم على النادي الاهلي بشكل يدعو الى الفخر، لان حضرتك عارف في تقريبا ما يزيد عن 50% من لاعبي المنتخبات الوطنيه بيبقوا مؤسسه النادي الاهلي، فاحنا النهارده في فرع زي التجمع ده ملاعب كره القدم، ملاعب كرة السلة، ملاعب كرة الطايرة، ملاعب التنس، النهارده ده كله النهارده الحمد لله احنا اسسناه واسسناه بشكل على اعلى مستوى ان شاء الله. فالبرنامج برنامج حافل جدا، خليني بلاش نقول تفاصيله دلوقتي لان هيبقى في توقيت احنا عاملينه على فكره هنعلن فيه تفاصيل البرنامج في الدقيقه. كمان عندنا بعض الفعاليات من هنا لحد يوم الافتتاح، يعني عندنا الجمعه الجايه ان شاء الله مش بكره عشان عندنا ماتش كان احنا عاملينها، ده برضو مجموعه من الدراجات الناريه اللي هتعمل طول كامله من الشيخ زايد ثم الجزيره ثم مدينه نصر ثم التجمع، كان المفروض موعد انطلاقها بكره، ودي مفاجاه يمكن برضو في الحفل في الاستعداد لحفل افتتاح يوم 1/6. عندنا فعاليات اخرى برضو عاملينها بالتوالي عليها، لكن اجلنا بكره الحفل التور دي عشان نبدا نروح ماتش بكره ان شاء الله، ربنا يوفقنا ان شاء الله في اللقاء بكره ويبقى في توفيق حالفنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا دكتور، في اي جديد في الترتيبات بتاعه مباراه الترجي؟ احنا عارفين ان طبعا السلطات الامنيه المصريه يعني سمحت ب 10,000 متفرج، احنا كنا في الحقيقه عندنا يعني رغبه كبيره ان جمهورنا اللي احنا بنفتخر بيه وجمهورنا اللي هو دايما السند وهو الدعم بالنسبه لنا وهو اللي بيخلق لينا الروح ان احنا ننافس ونقاتل عشان نسعده وعشان نفرحه ونبقى سبب دايما في فرحته، لانه بيقدم تضحيات كبيره احنا بنقدرها وبنحترمها جدا جدا كل التضحيات اللي بيقوم بيها جمهورنا. لكن طبعا احنا اكيد عارفين ان السلطات الامنيه بيبقى عندها بعض الرؤى اللي في النهايه هي هدفها الاساسي الحرص على الجماهير، فان شاء الله بكره هيبقى عندنا 10,000. احنا طرحنا ال 10,000 تذكره طرحوا يوم الثلاث، يمكن ما استغرقوش برضو اكثر من ساعه زمن، ان شاء الله باذن الله جمهورنا يبقى موجود معانا بكره وقادر فرقته بالشكل اللي احنا دايما بنعهده من جمهورنا،
حريصين ان احنا نوفر له كل السبل انه يبقى مرتاح في حضوره ويستمتع بمباراه ايضا ان شاء الله ربنا يكون يعني بيوفقنا فيها ويحالفنا فيها التوفيق. ان شاء الله دكتور، هل لديك اقوال اخرى؟ عندنا اقوال كتير، ان احنا النادي الاهلي ما بيبطلش شغل، احنا عشان كده دايما حريصين جدا. احنا ان شاء الله كمان يوم الاثنين والثلاث هيبقى عندنا قرعه النادي مصيف الاهلي في مارينا، وده برضو خبر انا بقوله من خلال حضراتكم ومجلس ادارتنا الموقر جدد التعاقد اللي كنا عملناه من 2019 وتوقف نتيجه لجائحه كورونا، وان شاء الله هنبدا تاني نقدم هذه الخدمه لاعضائنا في مصيف مارينا ان شاء الله. يعني دلوقتي احنا عندنا مرسى مطروح ومارينا. عندنا مرسى مطروح، مرسى مطروح طلع اول فوج الحمد لله من اسبوع اول فوج، وان شاء الله برضو مصيف مارينا هنعلن عن قرعته يوم، هنعمل القرعه بتاعته يوم الاثنين ويوم الثلاث، بكره هيتم الاعلان على التفاصيل والبرنامج الزمني للافواج ان شاء الله في مارينا. احنا عندنا هيبقى فندق مارينا وايضا شاطئ في مارينا، وبالتالي دي خدمه طبعا النادي الاهلي في الحقيقه بيقدمها لاعضائه اللي هم يستحقوا مننا ان احنا نتعب كتير، نتعب كتير عشان نقدر نقدم لهم خدمه متميزه، فان شاء الله دي هنعملها العام الحالي. واحنا الحمد لله تعاقدنا بالفعل وانهينا اجراءاتنا الاداريه، واحنا دايما يمكن بنعلن اول مره على هذا الفعاليه الجديده او الخدمه الجديده لاعضائنا في النادي الاهلي من خلال برنامج الكابتن عادلي الملك وكتاب او ابراهيم المنيسي، لان احنا كنا حريصين ان احنا ننهي كل الاجراءات التعاقديه والاجراءات الماليه. كان عندنا النهارده لجنه الحمد لله من النادي الاهلي استلمت الفندق ان شاء الله والشاطئ، وبادئين ان شاء الله من يوم الاثنين والثلاث القرعه، ولسه عندنا كتير ان شاء الله نقدر ربنا يكرمنا كده ويعيننا ان احنا نقدر نقدم جماهير النادي الاهلي ولاعضاء النادي الاهلي اللي احنا مجلسنا الموقر في الحقيقه الكابتن محمود حريص ان يعمل لهم كل حاجه تساعدهم، كل حاجه تخليهم دايما في المقدمه ان شاء الله. يا دكتور سعد، كل الامنيات الطيبه لنادينا العريق، وكل التهنئه لمجلس اداره النادي الاهلي والجهاز التنفيذي بقياده حضرتك فيما هو قادم، وقلبنا معاك وشايفين ومقدرين هذه الجهود كلنا. شكرا كابتن عادل، شكرا استاذ ضيف. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، واعتقد حط حضراتكم في الصوره كامله.